الدولة والثورة في مصر الآن طبعا غير خافي علينا وغير خافي على كثير من الثوريين اللي شاركوا في ثورة 25 يناير في مراحلها المختلفة، إن إحنا بنمر بفترة من أصعب لحظات الثورة المصرية في ظل توحش واضح للثورة المضادة، في ظل صعود واضح للدولة الأمنية، في ظل رجوع لأركان النظام القديم ورأب أصلاعه جميعا، في ظل خطر واضح من ديكتاتورية عسكرية متصاعدة، في ظل نسيان كامل لمطالب العدالة الاجتماعية اللي هي كانت في صلب مطالب الثورة المصرية. في ظل كل هذا الكلام مهم جدا ان الثوريين يتكاتفوا، يتبادلوا الآراء، يتبادلوا النقاشات، ويجمعوا انفسهم مع بعض عشان استكمال هذا الطريق اللي ملوش اي يعني ما عندناش اي بديل غير اللي احنا نكمل فيه جميعا. النهارده هناخد راي حركه الاشتراكيين الثوريين في المرحله الحاليه وافاق العمل الثوري القادم مع ثلاثه من الزملاء القياديين بالحركه، وهنبدا مع حسام الحملاوي صحفي وعضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين. زي ما الزميل حاتم كان بيتكلم، احنا في مرحله تعتبر مرحله صعبه جدا من عمر الثوره المصريه. يمكن المصطلح بتاع احنا في مرحله صعبه من عمر الثوره المصريه اتردد كذا مره قبل كده. سمعناه في فبراير 2011 بعد 18 يوم وبعد وصول برضه اللي هو العسكر او سيطرتهم على المرحله الانتقاليه. سمعناه بعد المذابح اللي حصلت في محمد محمود وفي اعتصام مجلس الوزراء، ويمكن ناس ما حسيتش بانتصار ملموس او مكسب ملموس، او كان في ناس كتيره دخلت او شاركت في الانتفاضات دي وكانت فاكره ان دي المعركه النهائيه واللي هنطلع منها كلنا منتصرين. الثوره ما انتصرتش ساعتها، لكن في نفس الوقت ما انهزمتش. لكن الكلام حوالين ان على انتشار الاحباط او ان في جذر في الحركه في الشارع او ان العسكر دلوقتي سيطروا وبقى ليهم الكلمه العليا و و و و الكلام ده يا جماعه اتكرر كذا مره قبل كده، كذا مره خلال الثلاث سنوات اللي فاتت. وفي نفس الوقت احنا برضو وانا شخصيا يعني في اي ندوه كنت بتكلم فيها قبل كده في المركز هنا انا كنت بقول وبكل بساطه ان احنا الثوره دي مش 18 يوم ولا 18 شهر، وان اي ثوره في العالم واي ثوره في التاريخ ومصر مش استثناء من الثورات دي بتقعد كذا سنه. بتقعد بثلاث سنوات، بتقعد بست سنوات، وفي ثورات بتستمر بال 15 سنه. ده مش عشان خاطر ان في ثوار غيتهم الثوره او ان في ناس فاضيه بتحب الاعتصام في الشارع طول النهار او ان الناس بتعمل مظاهرات من اجل المظاهرات. الثورات بتقوم مش بسبب مؤامرات، بسبب ان في ظروف حقيقيه وفي اسباب حقيقيه بتدفع الناس للثوره. والظروف دي او المشاكل دي لو ما اتحلتش يبقى الثوره بتستمر او بتتهزم بعد فتره. في كلامي معاك وانا هحاول اكون انا مختصر وما عنديش حتى ال 10 دقايق على قد ما اقدر، انا يمكن عايز اتكلم بس على الشق الاعلامي. وبقيه الزملاء هيتناولوا بعض المحاور الاخرى من الوضع العام. مش خافي برضو على حد ان اعلام الثوره المضاده النهارده صوته مسموع في كل مكان. في كل مكان. احنا زمان كنا بنفرق ماشي او الناس كانت بتفرق ويقول لك ان في عندنا صحيح اعلام مستقل زي اون تي في، عندنا القنوات الخاصه، في والله صحفيين محترمين بيقولوا كلمه الحق هنا وهناك، ان القصه مش كلها فرعين في الاخر. اللي احنا شايفينه من 30 يونيو لحد النهارده هو فرعنه الاعلام المصري، اذا 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 ممكن ان احنا نستعمل المصطلح ده. ما بقاش في فرق كبير جدا ما بين قناه الفراعين وما بين يعني وبرامج يوسف الحسيني وبرامج ناس ثانيه كتيره واسماء، وللاسف منها اسماء كانت برضو اسماء معانا في الشارع. اسماء كانت كتفنا في كتفها في وقت ما في الثورات دي. اعلام الثوره المضاده بيحاول ان هو يعيد تجربه التسعينيات، وهي تجربه مش جديده على فكره. ودي التجربه اللي بتستعملها الطبقات الحاكمه طول الوقت للسيطره على شعوبها. بالذات كمان في وقت الازمات اللي احنا فيه. لو بنتكلم ان احنا بنواجه دوله قمعيه، على فكره يعني ده مش مبالغه ان انا اقول ان القمع المباشر البدني الجسدي المادي بيبقى في حالات كتيره جدا 1% بس من الاسلحه اللي انتم بتشوفوها.
للدوله اللي احنا بنواجهها دي؟ 1%. كل العساكر اللي انتم بتشوفوهم في الشارع، كل جنود الداخليه اللي انتم بتشوفوهم في الشارع، كل الضباط والدبابات والمدرعات و و و و الكلام ده كله، كل ده ما يقدرش يضمن استمرار نظام يوم واحد حتى. ما يقدرش. كل ده 1% فقط من ترسانة اسلحتهم. لكن الترسانة الحقيقية لاسلحتهم هي ترسانة فكرية. هي وسائل القوى، نعم. هي السيطرة الأيديولوجية على المجتمع وعلى الافكار الموجودة فيه. وتسييد الهيمنة فيه. ما تفكروا فيها كده، يعني حتى ما بين قوسين البلطجية اللي هما بيجيبوه لنا مثلا في المظاهرات، يطلعوا علينا بسنج ولا بسيوف ولا يضربوا علينا خرطوش. ما هما البلطجية دول يعني من ولاد النخبة. ما هو بالاساس ناس فقراء، بتشوفهم حافيين، بتشوفهم جدودهم متقطعه، عارف كويس جدا ان هم جايين من احياء شعبيه او من احياء عماليه فقيره. ما لهمش مصلحه طبقيه في قمع. ما لهمش مصلحه. بالعكس، ده انت بتحارب النظام. النظام ده اللي ادى لافقارهم، اللي ادى ان هم يمشوا حافيين في الشارع، اللي ادى ان هم يبيعوا قوتهم البدنيه لاي حد مستعد يرمي لهم 10 جنيه او 20 جنيه ويقول لك روح فض الاعتصام اللي هو الفلاني ده. الناس الفقراء دي بتتحرك بالشكل ده ليه ضدنا؟ الجنود بتوع الامن المركزي وجنود الجيش اللي بيضربوا علينا نار او اللي بيضربونا بالخرزانات او اللي بيضربونا بالغاز المسيل للدموع الاخ الاخ. الناس دي في الاخر هم ناس فقراء. الناس دي يعني كمان في فيديوهات، اعتقد انها يعني في فيديو جديد لسه متسرب امبارح موجود في كل الشبكات الاجتماعيه عن تعذيب جنود مصريين. لكن ده طبعا ده مش اول فيديو يطلع. احنا شفنا فيديوهات كتيره جدا في السنوات اللي فاتت دي، يمكن من 2006 لحد النهارده. فليه بالرغم من المعامله القاسيه والمزريه اللي الجنود دول بيتعرضوا ليها، وفي نفس الوقت ان مصالحهم نفسها في الاخر مع هدم النظام ده واقامه نظام جديد عادل، لكن ليه في نفس الوقت بيضربوه؟ ليه بتلاقي ناس فقراء او ناس حتى طبقه وسطى لكن في حاله من الرعب الشديد، لدرجه انهم يقول لك مش مشكله حتى لو فيش حريات ومش عارف ايه والكلام ده كله، افرم يا سيسي، انزل اضرب يا سيسي، اعمل 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 الكلام ده كله. ده مش بالشرط او مش بالضروره يكون مصلحه طبقيه. مش شرط. يعني لو واحد مثلا معروف ان هو من المليارديرات الموجود في البلد واللي هو حسني مبارك كان بيحمي ثروته سواء بالفساد او بالقمع او بالتشريعات او او او، يعني تقدر تفهم. بس الراجل ده في الاخر مش هينزل هو اللي هيشيل الرشاش ويضربك، ولا ان الملياردير ده في الاخر هو اللي هينزل يشيل عصايه ويجري وراك في الشارع. مش هو ده. هو هيجيب لك ناس يعملوا الكلام ده. الناس دي ليه بتعمل كده؟ نرجع مره ثانيه، وممكن استعمل مصطلح بلدي يعني خالص، واقول غسيل مخ. يا جماعه احنا بنتكلم في الاخر في غسيل مخ. في غسيل مخ شغال. لو عايز بقى استعمل مصطلح ارقى شويه يعني سياسيا، هقول لك ان الطبقه الحاكمه المصريه عندها جهاز دعائي قوي جدا 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 بنرمز له بكلمه مسبيرو. الجهاز الدعائي ده شغال 24 ساعه دعايه مغرضه. دعايه مغرضه ممكن منها حاجات بشكل مباشر انت بتشوفها لما يجي يطلع يقول لك فلان الفلاني ده الارهابي اللي مش عارف القاتل. كل المشطائح هو الانسان، كل دول عباره عن ممولين من الخارج وبيشتغلوا مش عارف مؤامرات وايه مع امريكا. تشويه وتشهير وشيطنه لاشخاص في الجماعات السياسيه الموجودين والسياسيين. وطبعا احنا كلنا نلنا مصيرنا من الشيطنه دي ومن التشهير ده في وسائل الاعلام. في ده شغال، بس في نفس الوقت في حاجه كده تحت الباطن او تحت الارض، افكار قاعده بتمثلك كل يوم، بنشوفها في الافلام، بنشوفها في المسرحيات، بتشوفها في البرامج، بتشوفها في كل حاجه. في مثلا يعني هل في فيلم مصر تقدر تفتحه وما بتشوفش فيه مثلا واحده ست بتطردش على وشها بالقلم؟ يعني ده الطبيعي اللي انت بتشوفه. هو القصه مش ان هو بيحاول يعكس لك المجتمع على قد ما يقدر ان هو يقدم لك اللي هو صوره، بس لا، الموضوع ده متكرس في الثقافه بتاعتنا. هتلاقي ناس يقول لك انا فقير، انا مش لاقي اكل، انا المصنع بتاعي هيتقفل، بس يعني والله ما هو الراجل هيعمل ايه؟ ما هو يعني الراجل صاحب المصنع يعني ما الاقتصاد كله واقع ومش هقدر ان انا اضغط عليه وخلاص امرنا لله. بتلاقي العينات دي، بتلاقي نماذج بالشكل ده. مش كل الناس بعد كده بتقاوم. بتلاقي ناس تيجي تقول لك والله يا حسام انا عارف انت راجل محترم وعارف ان انت والله ناس محترمين، بس انت مغرب بيك، انت مش فاهم الوضع الكبير. مش
مش فاهم الصورة الكبيرة. البلد بتنهار، إسرائيل هتخش بكرة، سيناء هتنفصل، إثيوبيا هتضربنا بالقنابل. كل الدعاية اللي أنت قاعد بتسمعها دي، ما هي دي اللي في الآخر يا جماعة، هي دي اللي مأخرة الثورة، دي اللي مسببة حالة من الوعي الراجعي اللي موجود واللي قاعد بيزيد في أوقات كمان، في أوقات الجزم وأوقات الحصار بتاع الحركة في الشارع. دي فرصة الأجهزة الإعلامية. ما حدش يبقى عنده وهم إن إعلامنا البديل بأي صورة من صوره هيعرف يكسب مسكينه. ما يبقاش عندنا وهم. إحنا بنواجه هنا دولة، الدولة دي يعني دولة يوليو اللي موجودة من سنة 52، واللي هي كمان تراكم خبرات القمع بتاعة آخر 5000 سنة. يعني إحنا لو قاعدين بنطبل طول النهار إن إحنا لينا الريادة وأول دولة وأول حضارة في التاريخ، آه ماشي، ما هو الدولة برضه المصرية اللي موجودة النهاردة دي بيروقراطيتها بأجهزتها الأمنية وبسياساتها، ده تراكم خبرات القمع بتاع آخر 5000 سنة برضه. يعني احنا انتجنا حاجات كتيره جدا جميله للبشريه، بس انتجنا برضو حاجات زي الزفت برضو للبشريه، وادينا قاعدين بنشوفها اليومين دول. فالدوله المصريه اللي احنا بنواجهها دي في الاخر صعب جدا انك تتخيل ان باعلامك البديل بشويه مدونات بصفحتين على الفيسبوك هنعرف ان احنا نواجه هيمنه الطبقه الحاكمه، هنعرف نواجه الدعايه المضاده للطبقه الحاكمه. طب ايه الحل؟ هل معنى كده انا بقول لكم نروح انتحروا؟ او ان انا مثلا بقول ان مفيش امل؟ القصه مش كده خالص. القصه اللي انا بقوله ان لو الوضع سيء جدا ماشي لدرجه ان المؤشر بتاع الحقيقه مثلا على صفر، ان انت تحاول او ده دور من الادوار الثوار المفروض يلعبوه والاشتراكيين الثوريين المفروض يلعبوه في خلق صحافه ثوريه محترفه مستقله. ما بتخضعش لاي اعتبارات من اعتبارات راس المال. اون تي في انا ليا اصدقاء كتير جدا شغالين هناك، وعارف ان هم ناس محترمه، وعارف ان هم وهم وهم وكل حاجه، وناس كمان كانت بتنزل معانا موجوده في المظاهرات، وناس اتضرب عليها نار، وناس اتصابت، وناس يعني كميه الخسائر الجسديه والبشريه اللي هم عانوا منها مخيفه. لكن في نفس الوقت حتى لو المؤسسه، حتى لو القناه دي كلها ناس نضاف ومحترمين الى اخره الى اخره، ما هو في الاخر مش هم اللي بيملكوا القناه دي، مش هم اللي بيملكوها، راس المال هو اللي بيملكها. راس المال ليه مصالح، راس المال بعد كده ممكن في اوقات يبقى متخانق مع الاخوان ماشي، فممكن يقول لك علي الدكتور، اوقات يحس ان حسني مبارك خلاص هينهار فيعني عايز ينقذ نفسه فيفتح لك الهامش بتاع الحريات شويه انك تقدر تتكلم وتنتقد وتقول و و و و. نفس القناه الثوريه دي اللي كانت الصور بيطلعوا عليها في البرامج هي نفس القناه اللي شغاله طول النهار تسلم الايادي. عندنا الاثنين. الفكره كلها ان احنا محتاجين اعلام بديل ثوري محترف مستقل معتمد بالاساس على الصوره كمان. الكلام ده يا جماعه مش عباره عن لعب عيال على الشبكات الاجتماعيه، يعني اصل في كمان حاله بالاستخفاف بالموضوع. يقول لك يا عم انا مش عارف ايه، انا فيسبوك ولا تويتر ولا 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 الكلام ده كله. الفكره يا جماعه ان احنا في ايدينا كثوار في سنه 2013 او في القرن 21 بعض الاليات اللي نقدر نفضح بيها كذب الحكومه، اللي نقدر نواجه بيها الافكار المهيمنه للطبقه الحاكمه، على عكس التسعينيات. التسعينيات كان ممكن قريه بحالها يتم ابادتها في الصعيد وما تسمعش عنها اي حاجه عشان في ايه حظر نشر. كان لما كاميرا بتطلع في اضراب كان العمال نفسهم هم على فكره اللي بيضربوا صاحب الكاميرا في الاخر. ليه؟ ما هو يعني الصور دي هتطلع فين في الاخر؟ ما هتبقى في قسم الحوادث في صحيفه الاهرام او في المقبره او في الجمهوريه، ويقول لك دول المشاغبين اللي كانوا عايزين يحرقوا المصنع او يعملوا او يسووا والكلام ده كله. الوضع النهارده مختلف. وجود ناس زي الصحفي احمد ابو دراع وغيره موجودين في سيناء يقدروا ينقلوا لك صوره مختلفه عن اللي بيحصل، عن اللي بيقوله المتحدث العسكري او الشؤون المعنويه، ده بالنسبه لنا نقله نوعيه. ده كمان يساهم في خلخله القناعات والافكار اللي هي اللي موجوده، وتدي زخم كمان للثوار اللي عايزين يواجهوا الدوله دي. احنا في مركز دراسات الاشتراكيه وفي حركه الاشتراكيين الثوريين عندنا موقع على الانترنت. الموقع ده بالاساس قايم على شغل الزملاء والرفاق الموجودين في المواقع المختلفه والمحافظات المختلفه واللي بيمدونا بالتقارير والاخبار والمقالات السياسيه، وده ما بيجيش عن طريق قعدتهم في البيت وان هم بيتفرجوا على النضالات دي، ده هم جزء من النضالات دي. يوم ما تلاقي خبر عن اضراب في مصنع ما يبقى تعرف
ان في زميل اشتراكي ثوري راح اشتبك مع العمال اللي هناك او في عامل اشتراكي ثوري هو اللي موجود في خضم المعركة دي وبعت لك الخبر ده. الاخبار دي مش بنعملها كوبي وبيست على الانترنت. واحنا كمان حاجة تانية ودي انا عايز انهي بيها، احنا عاوزين نستكتب من يخوض النضالات، عاوزين نستكتبهم. مش كل اللي موجودين هنا معانا النهاردة في الأوضة اعضاء في الحركة، وطبعا مش اعضاء في الحركة، انا نفسي ان هم ينضموا وبدعوكم للانضمام النهاردة، لكن في كل الاحوال لو انتم حتى مش اعضاء في الحركة وفي حاجة بتحصل في المستشفى اللي انت موجود فيه اشتغل، لو في حاجة بتحصل في المصنع اللي انت موجود فيه، لو في حاجة بتحصل في الحي اللي انت موجود فيه، ما تترددش، انزل صور موبايلك اللي بيحصل وبعت لنا الخبر على طول لمركز الدراسات الشرقية، موقع مركز الدراسات الشرقية، بحيث ان احنا ننشره وبحيث ان احنا نبدأ نتفاعل معاه ونبدأ نتحرك معاه ونبدأ حملات. ما ينفعش ان احنا يعني حتى يا جماعه لما نيجي نبدا الصوت يا جماعه اتفضلوا، لما نيجي حتى نبدا ان احنا نشتغل على حمله ما، ما احنا لازم نكون فاهمين الوضع عامل ازاي. يعني ما فيش حد مثلا بالباراشوت هيروح المحله دلوقتي وينزل مثلا على اضراب. لما يبقى في موجود انتفاضه معينه او اشتباكات معينه موجوده في منطقه معينه، لما يبقى واحد من بره المنطقه وهو اللي جاي اللي هو ليها نازل بالباراشوت، مش هيعرف، مش هيفهم الوضع عامل ازاي. وحتى لو هو نيته سليمة وعاوز يتضامن مع الناس اللي هناك، ده هيبقى أول راح يتمسك كده وهيسلم للأمن. احنا محتاجين اصلا ان احنا نفهم الوضع عامل ازاي، وده مش هيجي عن طريق ان انا قاعد هنا وقاعد فاهمهولك، ده انت اللي موجود في الشارع، انت اللي بتشوف الكلام ده بعينيك، ابعت لنا الكلام ده، اخلق حالة التواصل بيننا وبينك. ومرة تانية انا مش شايف ان دي مهمة مستحيلة، واعتقد ان احنا في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا حركه الاشتراكيين الثوريين خطت بعض الخطوات تجاه تكوين جهاز اعلامي ثوري صحفي محترف مستقل بينقل الحقيقه، ونتمنى مساعده كل الموجودين هنا في تقويته وتطويره. شكرا.